اهلي البنات، كي دايرين؟ السلام عليكم. بخير، مزيانين وعلى خير. كنتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. مانيش عارفه كي داير الجو عندكم تما، ولكن حنا عندنا الشتاء، وطبعا الاكله اللي كنستعملوها بزاف في الشتاء كتكون هي هذه، كتكون البصاره. كنتمنى ان هذا النهار تنال الاعجاب ديالكم. الوصفه ديال هذا النهار البصاره بطريقه ديالي، طريقه زوينه والله الا كتجي واعره 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 بزاف. كنتمنى انكم تجربوها، وكنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. تنتوما هانتوما معنا. كنبداو كنديرو الماء، كنديرو تقريبا واحد لتر د الماء هنايا في الكوكوت. عندنا هنايا بصاره تقريبا، انا ما كياكلوش بزاف، يعني الربع ديال البصاره الربع. عندنا هنا واحد البصله صغيره، عندنا ثلاثة ديال الفصوص ديال الثوم، عندنا القزبر مقطع كيعطي واحد المذاق زوين، القزبر في البصرة، عندنا واحد المطيشة، وعندنا الكمون والخرقوم، خرقوم سكنجبير والإبزار. غنبداو على بركة الله. كنطيبو الماء، كنزيدو البصرة ديالنا، كنخليوها كنحيدو من هذاك الشيء ديال الكشكوشه، كدير الكشكوشه كنبقاو نحيدو الكشكوشه، تنحيدوها كامله عاد نزيدو المقادير اخرى. انا البصاره فاش كنرافقها بسميتها بواحد الصلصه ديال الطوماط، بحال الشرموله ديال الحار، كنرافقها بالشرموله ديال الحار، وكنرافقها ديما بالحوت. هاد النهار مشيت للسوبر مارشي وتوحشت تحس كبايا، رغم ان الحوت ما راجلي ما كيبغيش كاع كبايا، مي انا والله العظيم كتعجبني بزاف كبايا. غادي نشرملها وغادي نقليها مع البصاره ديالنا، وغادي ندير معها صلصه ديال الطوماط حاره ان شاء الله، مع البصاره كتبغي الحار، وراكم معايا ان شاء الله حتى الاخير. غنحاولوا نقطعوا هكا الحار، وشوفوا الفلفله حمراء حاره، غتجي واحد الشرموله حاره، ولكن مع البصل والله الا كتجي لذيذه بزاف اذا ما درتيش الحار مع البصل ولا ما تبغي البصاره. وكنرافقها هكا ديما انا بصلصه ديال الطوماط الحار وبالحوت، باي حوت كاين. هذا النهار قلت لكم غير تشهيت انا الكبايا، في الحقيقه ما كنستعملهاش نهائيا، فيها الشوك بزاف والدراري ما يقدروش ياكلوا الشوك. الوغ قلت هاد النهار غنديها مع البصاره. صافي كنزيدو الثومه، درنا الحار ودرنا معها الثومه، كنبداو ندير واحد المقله، شويه الزيت، زيت الزيتون ولا زيت عاديه اللي كتستعملوا، غادي ندير شويه زيت الزيتون، وغنقليو مزيان معها هاد الفلفله والثومه، ونزيدو نحكو المطيشه ونزيدوها عليها. بعد ما تقلينا مزيان كنزيدو المطيشة، كنزيدو المطيشة وكنزيدو القزبر، شوية القزبر وكنخليوه، كنقصو على نار مهيلة طيب، ومن بعد كنزيدو من نلقاوها طيبة مزيان كنزيدو صلصة الطوماط. هنايا البصرة ديالنا كيما كتشوفو كطيب، حتى دير داك الشيء كامل ديال الاخر نحيدو، نحيدو شويه بشويه كيتحيد، كنبقاو نحيدو حيت اذا خليناه اصلا منه كيتحيد الوسخ ديال البصاره، ومنه ما تعذبناش في الطياب اصلا، هادشي كيخرج فين كتسدي عليه كيبقى يخرج لك من الكوكوط. الوغ هكذا مزيان، هكذا راه كطيب مزيان كما كتشوفوا. الصلصه ديال الطوماط طابت، كنزيدو شويه ديال لاصوص الطوماط، كونوا معايا باش تبقى تفكروني بالملح، ديما نسيه الملحة، نزيدو شوية الملحة، غير شوية الملحة حيت ها الصلصة ديالنا وجدات، الصلصة الحارة وجدات، يعني غنحيدوها راه أصلا لاصوص طيبة. غادي ندوزو للبصاره كما قلت لكم في الاول، يعني كنديرو الثومه هي داك الكشكوشه ديالنا، الكشكوشه ديالها حيدناه، كنديرو البصله ديالنا كامله، ديك البصله كامله
كنديروها، واخا درتو تقطيعه كبيره راه من بعد غطحنوها. كنزيدو الثومه، ثلاثه ديال الصوص هادي، كنزيدو القزبر، غنخلي شويه الحوت القزبر، كنزيدو هادشي ديالنا كامل العطريه كما قلت لكم في الاول. هادي الكمون، وهذا فيه سكنجبيل، خرقوم، ابزار، والكمون كنزيدوها. كتجي والله الا زوينه بزاف، زوينه زوينه بزاف. وانا ديما كندير فيها واحد النص ديال المذاق ديال كيفاش كيقولوا كالدو بحال كنور ديال الخضره. بحال هاد المكعب كندير غير نص ديال الكالدو. انتما دايره النص ديال الكالدو ديال الخضره، كيعجبني هاد ديال الخضره، كيعطي واحد البنه زوينه للماكله. المهم غادي نسدو على الكوكوطه ديالنا حتى طيب، وانتما معنا دابا غنسالي مع الحوت ديالي نشرملو وغنقليه. ونسيت المطيشه نسيت المطيشه، كنزيدو المطيشه وحتى طيب عاد نديرو شويه ديال زيت الزيتون من الفوق وشويه ديال الكمون. صافي بعد ما طابتنا البطاطا ديالنا صافي، بعد ما طحناها كنزيدو الملحه وكنقدموها بصحه وراحه. هذا هما الاطباق ديالنا ديال هذا النهار، كنتمنى انا وينال الاعجاب ديالكم. ها هما الحوت ديالنا، شرملناه وقدمناه هكا بشويه ديال القزبر والليمون، وكما شاركت معكم الصلصه ديال الطماط حاره، والبصاره زوقتها شويه بالقزبر هكا من الفوق. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو. اذا نال الاعجاب ديالكم ما تنساونيش باللايكات. شكرا بزاف، الفيديو جاي ان شاء الله، مع السلامه.